أنت لرب يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وصفت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى يا ربي إذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك يا عبد. قال فإذا قالها وهو ساجد؟ قال أقول لبيك يا عبد. قال موسى فإذا قالها وهو عاصي؟ قال أقول له لبيك لبيك لبيك. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه يا ربي إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وفركها من خشية الله كتبتها له حسنة اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى يا رب أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد. فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد. موسى يتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة التي شرفها الله بمحمد. إن موسى بن عمران وقف ذات يوم يصلي ببني إسرائيل صلاة الاستسقاء لينزل الله عليهم الماء من السماء بعدما أجذب فوارده وصلى وفرغ من الصلاة ولم ينزل الماء. فقال موسى يا رب صلينا ولم تنزل الماء. قال له يا موسى إن فيكم عبدا عاصيا إن فيكم عبدا عاصيا. فقال موسى وبني إسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليخرج. فلم يخرج أحد. وصلى موسى للمرة الثانية ونزل الماء. قال موسى يا رب صلينا ولم يخرج العاصي ونزل الماء فما هذا؟ قال يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. ولم يسكت موسى وكان لموسى مع الله دلال.
فقال يا رب اريد ان اعرف من هو ذلك الذي كان عصيا وعصى. قال له يا موسى اذا كنت فطرته وهو عاص فكيف اصبحه بعدما تاب الي؟ نعم